اخر لعبه معانا في العاب التحدي هي فرقعه البلالين. دايما ما بعرفش اتوقع، وخاصه النهارده فهد كان عامل شغل عالي جدا في رحلتنا، وياسين عنده اصرار وتحدي رهيب. يا ترى فهد ولا ياسين اللي هيوصلوا للبالونه الزرقاء الاول؟ هنشوف مع بعض. جاهزين تشجعوا؟ جاهزين تلعبوا؟ طب يلا ريدي ستيدي اند جو. الله، مع بعض. ما تتحركش يا فهد، حركه واحده يا فهد، واحده بس، خطوه واحده يا فهد، خطوه واحده يا فهد، خطوه واحده يا فهد، بس يا فهد مكانك. لا لا ياسين، لا انا اللي بقول. يلا خليك، بس خطوه واحده، بس خطوه واحده للياسين وفهد. خطوه، لا خطوه كبيره شويه بس هنا. يلا. الله يا فهد، الله يا فهد، الله يا فهد، الله يا فهد، يا فهد. ما هتيجي اكيد، هتيجي. يلا يا ياسين. يا سينا، زي ما انتوا، زي ما انتوا، زي ما انتوا. الله، خطوه واحده بس من هنا يا سين، من هنا يا سين، من هنا. فهد زي ما انت، من هنا يا سينو. الله. ياسين هو اللي كسب التحدي الاخير. يلا بينا على طول نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. برافو ياسينو.